عقل المرأة لا يعمل. هاشتاغ جديد شغل تويتر السعودي منذ إطلاقه أمس. منشئ الهاشتاغ يتكئ على خبر عن دراسة أجراها باحثان نفسيان في إحدى الجامعات السعودية، تقول إن القدرات العقلية للمرأة لا تقوم بكامل وظيفتها 13 يوماً كل شهر نتيجة تغيرات في الانفعالات أثناء الدورة الشهرية. ولكن أول الردود على أول تغريدة كانت: دراسة الربما، هناك شيء ناقص في الخبر، عدد العينات، وهل هي قوية إحصائياً ومقبولة؟ ما هي البارامترز المستخدمة؟ وهل نشرت الدراسة في مجلة علمية محكمة مختصة؟ انهمرت على منشئ الهاشتاغ وأصحاب الدراسة الانتقادات والسخرية من النساء والرجال على حد سواء، وقلة فقط تجرأوا على تأييدها. من يستهين بقدرات النساء أتمنى أن تعاد طفولته بلا أم. عقلها الناقص هو اللي رباك وعلمك الحروف اللي قاعد تتفلسف فيها وتنقص من قيمتها. كما نشط هاشتاغ روان الشهراني، أي الطالبة التي فقدت عقب خروجها من مدرستها بالرياض يوم الخميس الماضي، ومكافأة 1,000,000 ريال ولكزوس 2014 لمن يعثر عليها. غرد السعوديون في هذا الهاشتاغ بالدعاء والصلاة، ولكن هناك من حذر من احتمال اختلاق الصحف للقصة برمتها. الأسماء التي أعلنت عن المكافآت وهمية، ولا يوجد أحد بنفس تلك الأسماء، ولا علاقة لأهل روان الشهراني بها، وهي لتنصيت وترويج الإشاعة. وأخيراً نشط هاشتاغ صباح اليوم بعنوان محتوى غير أخلاقي في جوال عضو الهيئة، نقلاً عن صحيفة الوطن. فتح هذا الهاشتاغ النار على الهيئة، فانقسم المغردون بين مستنكرين ومحامي دفاع، وبعض المغردين لم يسمحوا بمرور هذا الهاشتاغ من دون لمستهم الكوميدية الساخرة.